يعتبر هدف اول المباراة الماضية التي انتهت لصالح عميد جارود على حساب البرشا بهدفين مقابل هدف. لحد الان الهدف الاول لم يحضر في هذه المواجهة. كرة لصالح المرصاد، عالية امامية تبحث عن راسية مثالية. شايفين اللعبة، شايفين الباص الاكثر من رائع للاعب رقم 10 عبد الله السبع. كمل خطف له كرة ممتازة، هذا بالتعادل. الى وين الى وين؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء. عبد الله كان بوضعية سليمة، كنت سنعرف من خلالها الضلع الرابع لدور نصف النهائي. هل سيكون المرصاد؟ هل سيكون الفارس العالمي؟ حتى الان ال 25 دقيقة ستكشف الستار وسيفتح الستار على هذه المواجهة، المرصاد والفارس العالمي، واحد مقابل لا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مجددا جمهورنا الكريم لاحداث هذه المباراة وهذه المواجهة بين فريق المرصاد وبين فريق الفارس العالمي. الفارس العالمي الذي تأخر في الشوط الأول وتفوق مشاري بهدف مقابل لا شيء لصالح فريق المرصاد. حتى الآن النظرات والأسماء التي تتواجد بهذا الملعب، منها حمادة بوصي. هدف ثاني يا مرصاد في هذه القفلة، في هذا الهدوء، في الدقائق الأولى، مربكة كبيرة يا فارس. نختار من صفرة حكم المباراة اللي سيعلن من خلالها المرصاد. بالفعل المرصاد إلى دور نصف النهائي. ألف مليون مبروك لأبناء السبع، لعلي السبع تحديدا اللي تواجد ليشهد على هذه اللحظة، ليشهد على هذه اللقطة. السبع وعبد الله السبع يتأهلون إلى دور نصف النهائي. إذا الهدى شباب الحلة عميد جارود، والآن المرصاد الضلع الرابع يتحدث. ألف مبروك للمرصاد، هاردك للفارس العالمي. كنت معكم عبد الله المحيسن في هذا اللقاء، أتمنى أن ألقاكم في لقاء أخرى. تقبل تحياتي وإلى اللقاء.